معاكم الكابتن عزوز ننجي، فيديو جديد في يوم الخميس 9 مارس. فيديو مهم جدا جدا. الفيديو ده لو ما اتعملت عليه لايكات كتير ولو ما وصلش ليه مشاهدات كتير انا هزعل بجد، ومش هعمل فيديوهات زي كده. طبعا معاكم الكابتن عزوز ننجي، عايز اقول امتى رياضه تكون امتى رياضه تكون مضره ليك او تعمل لك مشكله ليك. لا قدر الله لو عندك مشكلة في الركب أو عندك مشكلة في القطع ولا حاجة، لا قدر الله ممكن تعمل رياضة بس بعد ما تخف خالص. يعني لو قدر الله اللي عنده مشكلة في الركب، مشكلة جامدة جدا، عشان بس إيه ما حدش يقول لي أنا بقول كلام صح ولا غلط، أنا بقول كلام مهم جدا جدا ومعلومة صح 100%. إمتى تكون الرياضة مضرة ليك؟ رغم إن الرياضة بتعالج صحتك النفسية وتخلي عندك لياقة بدنية وبتقوي الصحة. امتى تكون رياضة مضرة؟ لما يكون عندك قطع مثلا لا قدر الله في الوتر الرجل او في الايد. الرياضة بشكل عام امتى يكون عندك يعني رياضة تكون مضرة؟ الا اذا كان عندك مشكلة جامدة. لو كان عندك مشكلة جامدة ما تعملهاش. لو عندك مشكلة خفيفة ممكن تعمل رياضة بس ايه على الخفيف. هي دي المعلومة حبيت ان انا اوصلها لكم. اشتركوا في القناة واعملوا لايكات وشكرا لكم.